الحقيقة اللي في إيدك دايماً ما بتبقاش كاملة. الحقيقة ليها ألف وجه، فاوعى تحكم على حد بظاهر أنت ما تعرفش تفاصيله ولا تصدق كل اللي بتسمعه ولا بتشوفه. دي الحدوتة دايماً ليها تفاصيل أنت ما تعرفهاش، وخليك دايماً واثق إن محدش بيمتلك الحقيقة كاملة. اتنين متجوزين والكل بيحسدهم، أنا أعرفهم شخصياً. الناس بيحسدوها على جوزها، كل ما يشوفوه يلاقوه ماسك ايديها بيقول لها بحبك قدام الناس، بيأكلها بإيده لو معزومين برا، بيدلعها قدامهم، بيعمل حركات كده بتجنن كل البنات اللي بتشوفه هو بيتعامل معها. واتنين تانيين متجوزين برضو أعرفهم وفي دايرة أصدقائي، الناس بيقولوا لها الله يكون في عونك من جوزك، دايما مشدود هو معها، قافل وشه على طول، بيتنرفز، ملامحه ساكنة وخشن جدا في التعامل معها. الأولى اتطلقت بعد فترة والتانية مكملة. الناس بقت هتتجنن، ازاي الأولى فرطت والتانية استحملت وليه؟ لكن خليني أقولك، الموضوع كله بيدور في الكواليس. اللي انت ما بتشوفهوش هو اللي بيمثل الحقيقة كاملة. الزوجة الأولى جوزها من أصعب الشخصيات اللي انت ممكن تقابلها في حياتك، بيشك فيها، وأول ما بيتقفل عليهم الباب هاتك يا زعيق وضرب وشتيمة، مصبحها في نكد ومنيمها في نكد، مخلي حياتها جحيم. لكن لأنه شخصية مريضة بيحاول يعوض ده قدام الناس بالمناظر اللي بيعملها. الزوجة التانية جوزها طيب جدا، بيحبها، خدوم جدا مع الكل، بينفذ لها كل طلباتها، لكن كل القصة إن الدنيا ملطشة معها حبتين، مضغوط في شغله ومستقبلهم سوا، فبيبان قدام الناس إنه متضايق وعصبي، وأول ما بيتقفل عليهم الباب بيصالحها، بيقول لها أنا آسف، أنا عارف إني كنت سايق معاكي جدا، بس والله غصب عني، ويعتذر لها بدل المرة ألف، وهي كمان علشان بتحبه بتحضنه وتقول له أنا حاسة بيك وربنا معاك. يا صاحبي ما تصدقش كل اللي بتشوفه، لأنك بتحكم من حبة معطيات اتحط قدامك عن طريق الصدفة، معطيات ناقصة، الآية اتقلبت، واللي ظاهر لك إن الحلو وحش والوحش حلو، لكن ورا البيبان أسرار، والرواية مليانة تفاصيل أنت ما تعرفش عنها حاجة. وطبعا أنت علشان ما تعرفش الحقيقة الكاملة ولا الجزء الناقص هتضرب كف على كف وتقول بقى الأولى تتطلق والتانية تكمل، لكنك حكمت وانت واقف برا ما فتحتش الباب، فبلاش تتخدع في المظاهر أرجوك، ومتحكمش على حد من مظهره. الوشوش مليانة حكايات، وكل واحد اللي ظهرك منه ما يجيش واحد من عشرة من الحقيقة. ياما البدل والنضارات الشمس بتداري فضايح، ومش كل اللي بيلمع ذهب، ومش كل الغامق طين. شكرا ليكم وإلى اللقاء.